أظهرت نتائج تحقيقين منفصلين أجرتهما منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في جنوب لبنان هو هجوم متعمد على المدنيين ويدلل على أنه جريمة حرب. وأشارت نتائج التحقيقين إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أنه يطلق نار على مدنيين، موضحا أن الضربتين الإسرائيليتين على الصحفيين في 13 من أكتوبر الماضي هما هجومان متعمدان، وأكدت أن جميع الأدلة التي تمت مراجعتها تشير إلى أن الصحفيين لم يتواجدوا قرب المناطق التي تشهد أعمالا قتالية مستمرة. وطالبت المنظمتان الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. الله يظهر.